صباح الخير يا استاذة. صباح النور يا فندم. لو سمحتي نداء واستغاثة للدكتور طارق شوقي، اتفضل يا فندم. مسؤولية التعليم دي مسؤولية وطن كامل مش مسؤولية فرد، طبعا فما ينفعش المنظومة من فوق بتحاول تطور من التعليم وتقدم بكل الوسائل فصول ومدرسين وتعيين مدرسين ووسائل تعليمية، وفي الاخر كل المنظومة دي تنهار تحت تأشيرات ناس غير مسؤولة طب بقبول اطفال تحت السن. احنا ننتظر بابنائنا سنين حتى يقبلوا بالمدرسة، ونفاجأ اليوم الاحد بتأشيرات جاية للمدرسة بحيث ان الفصل تعدى 90 تلميذ. دي دي مدرسة مدرسة ايه؟ شيشة سليم الابتدائية الجديدة او الشهيد سعيد السيد ابو عزام، قرية فيشة سليم. اصحاب حاضر. التأشيرات المضروبة سواء طيب اللي جاية من المحافظة، سواء اللي جاية من مديرية التربية والتعليم، سواء اللي جاي من مدير الادارة، عشان يضغطوا على مدير مدرسة بقبول طلاب باكتر من العدد اللازم، مع العلم ان في مدرسة تانية في القرية طيب اسمها مؤسسة فيشة سليم. طيب حاضر. اذا انا كان في هنحاول دلوقتي نكلم الاستاذ احمد خيري المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، ياخد شكوى حضرتك، ويعني اي جهة ليها حق الرد يشوف هل فعلا. بشكرك جدا يا باشمهندس.